يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد ونهارك سعيد، يوم مليان بالتفاؤل والحريه والكرامه لكل المصريين يا رب. يمكن امبارح كان في مليونيه 18 نوفمبر ما بين مؤيد ومعارض، واكيد النهارده هيكون عندنا فقره مهمه جدا عن مليونيه امبارح سواء بين مؤيد وما بين معارض. بس الحاجه الوحيده اللي عايز اقولها، يا ريت كل الناس تتفق ان في مصلحه واحده بين المصلحه العامه وهي مصلحه مصر. اشكركم. صباح الفل يا عايده، وصباح الفل يا ساره. صباح النور يا دينا، وصباح النور يا عايده. صباح الخير على كل الناس. زي ما دينا قالت كده، كلنا بنتمنى مستقبل افضل لمصر، وده مش هيحصل غير لو كلنا اتحدنا وحطينا ايدنا في ايد بعض، والائتلافات الكتير دي بقت كلها ائتلاف واحد وايدها في ايد بعض. النهارده هيكون معانا فقرات كتير. عايده بقى تصبح عليك ونرجع نقول الفقرات. صباح الخير. ما اعتقدش بعد اللي قالوه اقدر اقول حاجه، بس بمناسبه بقى كل اللي هم قالوه، هيكون عندنا فقره خاصه جدا في اخر اليوم، هنتكلم تحديدا عن مليونيه امبارح ما بين مؤيد ومعارض، ما بين طيارات رفضت النزول وطيارات شاركت فعليا وشاركت بكثافه، ما بين كمان مطالب مختلفه نتفق مع شويه منها ونختلف برضو مع شويه منها. كل التفاصيل دي هنعرفها من ضيفنا النهارده استاذ فريد زهران، هيكون معانا واخر هتكون اخر فقره في حلقتنا النهارده، وهو عضو الهيئه العليا للمصري الديمقراطي، الحزب المصري الديمقراطي. هنتكلم عن تفاصيل عن امبارح، وايه موقف وثيقه السلمي ما بعد مليونيه امبارح. كل دي هنحاول نتكلم ونتناقش. هل فعلا تم تاجيلها ولا في لسه؟ كلام انه اتاجلت، في كلام انها مش هتبقى ملزمه، كل الكلام ده هنعرف التفاصيل، لانه انا بعتقد ان في قوى سياسيه كتيره جدا مع الوثيقه باستثناء بعض المواد المطروحه للتعديلات، وفي ناس ضدها من اولها لاخرها، زي اللي هم التيارات الاسلاميه بشكل صريح ضدها كلها على بعضها. يعني كان نفسي اشوف نهضه من جميع، يعني بالذات من التيار الاسلامي، يعني نفسي كنت اشوف والله في برنامج لنهضة مصر أكتر ما في برنامج إن أنا أكفر أو أخون حد. غير كده كمان عندنا فقرة عن، يعني زي ما قلنا بقالنا يمكن أكتر من أسابيع كتيرة جدا بنتكلم في نهارك سعيد عن إن مصر بتذاكر الانتخابات زي ما بيقولوا، كلنا بنذاكر وكلنا دلوقتي بنحاول نسأل بعض مين عندك في الدايرة وهتنتخب مين وكلام ده كله. ففي ظل ده كله في ناس متخوفة من الانتخابات وخايفين من حجم العنف اللي ممكن يكون موجود، وعلى النقيض التاني في ناس بتقول لازم طبعا نشارك في الانتخابات لان صوتك هيكون ليه دور. بس عن تأمين الانتخابات هيكون معانا دكتور سعد الزند خبير استراتيجي امني، هنشوف هل هيتم تأمين اللجان بمساعده الجيش والشرطه ولا بالجيش لوحده ولا الشرطه لوحدها. ده اللي هنعرف الخطه المحطوطه لتأمين انتخابات، اخطر انتخابات في تاريخ مصر، اهم انتخابات طبعا. بس في ناس كتير قوي خايفين لانه بيقولوا ان مستقبل مصر غامض اكتر من فتره اللي كان فيها الثوره وكان فيها الامن منفلت والحاجات دي. يعني كاتب مثلا زي وحيد حامد متخيل ان الفتره الجايه دي ممكن يبقى فيها قلق كبير جدا، خصوصا مع بدء الانتخابات طبعا. فربنا يستر وان شاء الله الناس كلها تروح تدلي بصوتها يا رب. هيكون معانا كمان مصور فوتوغرافي وصحفي، مع هيكون معانا نتكلم عنه عن تفاصيل كتير، هو الاستاذ عمرو عبد الله، زائد فقره الصحافه طبعا هتكون مع دينا النهارده، والاخبار والمنشطات اللي في الجرائد كلها. اخر فقره هتكون معانا، مش اخر فقره في الترتيب بس اخر فقره هنقول لكم عليها، مننا كمان النهارده ثلاث مذيعات اللي بنقدم الحلقه النهارده. هيكون عندنا فقره خاصه عن فقه المراه، المرأة في الإسلام عاملة إزاي ما بين المذاهب الأساسية الأربعة، دورها، حقوقها، واجباتها، كل الكلام ده محتاجين نعرفه. هل إحنا في احتياج إن إحنا نعيد صياغة فقه المرأة في الفترة اللي جاية ونفهمه بشكل مختلف ولا لأ؟ لكل الناس اللي عندها تساؤلات عن ده هنعرف فقرة بعتقد أنها هتهم ناس كتيرة، تحديدا وإحنا بنتكلم مظاهرات إسلامية وتكفير وناس بتتكلم. يمكن عايزة صدقيني الدين الإسلامي يمكن ومعظم الأديان كرامة المرأة كويس قوي، كرامة المرأة كويس جدا، بس هي فكرة تفسير الناس لده عامل ازاي. ما انا ممكن افسر حاجة وانت تفسري حاجة، بس الفكرة لو سردنا الكتاب الاساسي هنلاقي ان انا اسفة ان الدين كرم المرأة وكرمها اعلى تكريم زي ما بيقولوا. خلينا نروح نبتدي يومنا على طول بفقرة الصحافة ونبتدي كده تبعا بعدها في فقرات التانية. خليكم معانا ونهارك سعيد.